ساعة. يا احمد انت لسه صغير يا احمد، كم سنة؟ انا 18 سنة. انت دخلت ايه وانت عندك 10 سنين؟ الشارع وحش. لا والله قولي كده من غير ما حد يعرف، انت بقالك كام سنة؟ انا بقالي 18. لا انا عندي 18 سنة. لا بقالك كام سنة يا بيبي؟ في الادمان 6 سنين. 6 سنين؟ منين يا احمد؟ انا من الوراق. من الوراق؟ اوعى اوعى بقى 18 سنة ده انت عز الحافية يا راجل. مكنتش فاهم بس فضل المركز استواب، فهمت حاجات كتير حلوة اتعامل بيها في الشارع بجد. كان انا جيت هنا جيت هنا عشان خاطر مين يا احمد؟ انا جيت هنا الصراحة عشان خاطر والدي وعشان خاطر عيال سني. عشان عيال سني؟ عشان انا زمايلي اللي من سني كلهم دلوقتي الله اكبر عليهم، ما دخلوش في فترة اللي هو الادمان، بس انا البيئة اللي انا كنت فيها هي اللي دخلتني في الادمان. ابوك اللي جابك هنا؟ والدي اللي جابني هنا. بيشتغل ايه؟ والدي بيشتغل في وزارة الزراعة. عندك اخوات؟ عندي اتنين. يعني تعبت ابوك في الفترة اللي فاتت دي؟ لا انا تعبته او كسرت بنفسه مع ناس كتير، يعني ناس ما بص للكاميرا ده كده ناس يوم قول له لا وجه له رساله كده. انا بشكر ابويا وبشكر اخواتي اللي هم واقفين جنبي وبشكر مركز العزيمه برضو اللي هو يعني خلاني افهم كتير. انا ما كانش عندي وعي بالنسبه للمخدرات، كنت مفكر المخدرات دي حاجه حلوه، بس لما جيت هنا عرفت بوعي اللي فعلا المخدرات دي حاجه بتقتل البني ادم، واحنا اللي بنختار ايه الصح وايه الغلط. كنت في مدرسه ايه يا احمد؟ انا طلعت من التعليم، كنت في اعدادي بس ما بسبب المخدرات بقى. كنت بتاخد ايه، علي ولا واطي؟ لا واطي. واطي؟ الله يخرب بيت الحشيش الواطي ده. مش عايزين نرجع له تاني؟ لا ان شاء الله. طب انت لما ترجع تروح مدرسه تاني وتشوف حالك تاني ولا تعمل ايه؟ انا الصراحه ولا انت اتعودت على الخياطه بقى وكده؟ لا هو انا مهنتي التنجيد. التنجيد؟ افرنج وبلد. نعمل تنجيد بالظبط عشان خاطرك يا احمد والله. لا نشوف الدكتوره نيفين والدكتور احمد، ايه المشكله؟ هو احنا برضو في حاجات هنا، يعني في حاجات كانت عايزه تتعمل احنا برضو عملناها، يعني ممكن المخدات يتم الاعاده عليها. اصغر واحد عندكم؟ اصغر سن 18 سنه. اصغر سن يمكن انا كان عندي ارتباط شرط مع قاعده المكنه. ابتديت افكه هنا. اول مره جيت على شفت المكنه انا يعني جات لي فكره. فشاركت المشرف بتاعي قلت له انا بخش الورشه بتاعه الخياطه. بيجي لي فكره لان انا كنت بقعد في الورشه باخد الماده بتاعت على المكنه وانا قاعد. تمام. فمره مع مره مع مره بقيت اقعد دلوقتي على المكنه وعادي انا شغال عادي من غير مخدر، ما كنتش بعرف اشتغل الا وانا واخد مخدر. انت 18 سنه. ممكن يجي لك وقت تاني ماشي، ويقعد قد ايه يا دكتور هاني؟ 90 يوم وبعدين يتابع. يطلع تمام ولا متابعه؟ هيطلع على متابعه. متابعه؟ هيطلع على متابعه طبعا عشان يكمل حياته. هنجي لك تاني او نتابع معاك هناك. تنور. احنا هنا خدامينك. لا انا بسيبك بس بالكلام. لا ومش لا، احنا هنا خدامينك صح يا دكتور؟ طبعا خدامينك وخدامين اللي زيك، بس اهم ما ترجعش تاني. لا ربنا معاك. رجوعك تاني ده هيأذيك. كفايه ابوك يا اخي. ما انا برضو اتأذيت كتير. انا ما اتأذيتش يعني اتأذيت كتير يا ابو احمد. اوعى دي كده، الراجل عامل شعره اهوت ومروق وزي الفل وهيرجع لك بعد 90 يوم زي الفل. وفكره انك انت تقول للشاب اللي زيك لبسك بقى طيب، او عقبال خطيبتك ما تلبسها لك يا اخي. قرار واختيار. يعني انا لو اخترت التعافي انا هتعافى، ما مش واخد قرار ان انا ابطل والله. لو قعدت هنا 6 سنين اخرج برضه بدل ما هي الفكره في دماغي انفذها. ربنا يخليك يا احمد، ربنا يخليك.